السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بام كونستراكشن سيستم، وده تقدر تفتح منه أي مشروع عندك وتبدأ تدخل في الكونستراكشن سيستم وتبدأ تشوف إيه أنواع العناصر اللي موجودة عندك في المشروع تقدر تعدل عليها. يعني عندي مثلا دي الفساد، ودي أنواع الفساد اللي موجودة عندي، مثلا بارت وول أهيت، ودي الأنواع اللي موجودة، وكل نوع فيهم بيقول لي إيه الليارات اللي مكون منه الحوائط دوت. ممكن تقف مثلا عاديات وتقول له دبل كليك فيبدأ يفتح معاك وتشوف ايه الليارات اللي موجودة جواه اهيت، بحيث عايز تعدل في السيكنس، عايز تضيف لير جديدة ليك ان تضيف لير جديدة اهيت. هتكتب اسم اللير وتبدأ تشوف التايب اوف لير، هل هي سوليد، هل هي اير، هل هي فابور، وتبدأ تشوف السيكنس بتاعتها قد ايه. كل المعلومات اللي انت تقدر تحطها هتلاقيها موجودة هنا، وتقدر تختار الشكل واللون زي ما انت عايز. هتلاقي عندك هنا السكريت، هتلاقي عندك هنا الابواب، وتقدر كل باب فيهم تقدر تدخل جوه تشوف كل المعلومات اللي انت عايزها عن الباب دوت. تقدر تعمل له ايديت وتقدر تضيف باب جديد. هتلاقي هنا مثلا الثيرمال انستليشن، الساوند، الفاير، لما تدوس على الريبورت بيقول لك بقى اختار نوع التقرير اللي انت عايزه بالشكل دوت. هل انت عايز البارتيشن سيستم، ولا عايز البيلدينج انفلوب، ولا عايز الماتيريال اند كونستراكشن، يبدأ يجيب لك التقرير زي ما انت عايز. كل العناصر الموجودة بالتفصيل بتاعها والسكاشن وكل حاجة.